سبورت اكسبريس. مرحبا بكم. البداية بكأس تونس، اليوم تعملت قرعة تحديد الفريق الضيف لنهائي الكأس بين الملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي. الملعب التونسي هو اللي باش يستضيف والنادي البنزرتي هو الفريق الضيف، والمباراة اللي باش تلعب نهار الأحد التوقيت نتاعها هو 5 نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي بيرس. إدارة الترجي باش تمدد عقد الظهير الأيمن محمد بن علي بزوز مواسم إضافية، عقده اليوفى في 30 جوان 2024. بن علي اللي كان جاي في الترجي في صيف 2022 في شكل انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الرياضي الصفاقسي، ونذكر اللي البارح تم تمديد عقد ياسين مرياح وقبلهم عقد الحارس معز بن شفاي. في الباسكت اليوم نتعرف على بطل الموسم بين الاتحاد المنسيري والنادي الافريقي، قبل واليوم يلعبوا المباراه الخامسه اللي بين الزوز فرق بدايه من 6 نتاع العشيه في قاعه مزالي، بعد ما سبق الاتحاد المنسيري الفوز بزوز مباريات، ايضا النادي الافريقي زوز مباريات، واليوم الفايز هو باش يكون بطل تونس. نادي القادسية السعودي أعلن انتداب مدافع الريال والمنتخب الإسباني ناتشو في عمر 34 عام بعقد المدة تزوز مواسم في شكل انتقال الحر بعد نهاية عقده مع الريال. نادي القادسية مازال كيف صعد للدور الممتاز وعلى ذمته ميزانية كبيرة للقيام بانتدابات كبيرة في الميركاتو الصيف. نبيل بن طالب محترف ليل والمنتخب الجزائري ثم إمكانية كبيرة كونه يقف عن ممارسة كرة القدم بسبب مشكل في القلب. بن طالب تعرض نهار 18 جوان أزمة قلبية حادة كادت تتسبب في سكتة قلبية، والبارح عمل تدخل جراحي وزرع جهاز منظم لضربات القلب بهدف حمايته من تكرر نفس الأزمة. الملاعبي باش يرتاح لفترة مطولة نسبيا، وملفه الطبي باش يتعرض على لجنة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتحديد هل بن طالب قادر على مواصلة النشاط ولا على الأقل نجم يلعب بالمستوى العالي وإلا يوقف كرة القدم. نستناو القرار بخصوص اللاعب نبيل بن طالب. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم اللي تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت.